السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم حبابكم؟ يا ربي هذا الفيديو هذا كيف العاده يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم فيديو صراحه أمي ربما غادي يكون اخر فيديو غادي تشوفوني انا وابراهيم فيه في المغرب. بيان سور ان شاء الله ترجعوا ثاني كندا وغادي تشوفونا مع بعضياتنا، لانه هذه هي الليله الاخرى لي في المغرب. صراحه ما عاد جاتني بيزغ، لانه ولفت زعما يكون معايا في كاع كل الاوقات، يعني ولفت يكون معايا واخا ما بينيش وبينه شي فرق كبير. يعني هو غادي يمشي، انا شي يامات غادي نخلط عليه لكندا، مي رغم ذلك ما عرفتش علاش جاتني في شكل. المهم كما قلت لكم، هو راه يلا وصلني دابا لدارنا، يلا نوجد راسي انا وليداتي ماما واختي وداكشي، لانه غادي يعرض اليوم على لا فامي ديالي وديالو. يعني كما نقولوا خاتمه ومسك، غادي نمشيو ان شاء الله ناكلو نضربو الشوايه مع بعضياتنا هكا اون فامي. هو غادي يمشي بالطوموبيل يهز شي وحدين في لا فامي، انا عاوتاني كما قلت لكم غادي نمشي انا وماما وداكشي. دايرين بلايصه فين غادي نتلاقاو نجمعو ندوزوها بالضحك والنشاط كيف العاده. كما نقولوا بديناها زوينه ونكملوها ان شاء الله يا ربي زوينه. ملي كتكملي كونجي بخير وعلى خير، يعني الحمد لله بلا افات بلا حتى شي حاجه، هذاك هو الخير الخير الكبير، وتخلي كل واحد يعني كما نقولوا بخاطره، يعني بجميع النواحي كتحاولي انك الحمد لله ديري هذيك صله الرحيم وتعطي لكل واحد حقه. هذا هو يعني اهم حاجه كتبش ترجعي راضيه على راسك وفرحانه. مهم كما قلت لكم دابا كنتسنى ان شاء الله غير لابيل ديالو باش غادي نخرجوا نتلاقاو في واحد البلايصه، وهانتوما ان شاء الله غادي تدوزوا معنا هاد النهار هذا قلقل ابراهيم الوصفه باش نقلب رساله ماروكين زوين عجبه. شو دابا تطيح لك دير في التاكره هذه، المهم فرشينا بالخص ولكن الطوماتيز ما داخل السلطه الماروكيه. اي دايرين فلفله مشويه مطيشه البصله الطون من الفوق البصله. عقل عقل على الوصفه ضروري. هنا دابا بان لي هذا المدربل نسميته المدربل. ها انتم السلطات، ولكن اهم حاجه هو هاد الخبيزات هاد تفرنت. شو شو واحد الفيران دازو من التحت، الفيران خلاو الطبقه الاولانيه مقاده وصلتو للتحتانيه. ها الغش ها الغش ها باش ما تخسرش اللقطه. زوين مقرمش سخون. يلا بصحتكم وراحتكم العائلات مجموعين انطلقوا. يلا مرحبا بكم كاملين. ها انا عادي درنا ناكل انا اكل 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 اقضي ما نتسناش حتى شي مانع. يلا مرحبا بكم الحاجه، كلشي بدون ذكر اسماء. مرحبا بكم كاملين. المعقول خليونا من الشلايض وداك الشيء. المعقول تبارك الله ما شاء الله كيصايبوا زوين هاد البريسلاس. ها هانتوما مرة أخرى مرحبا بكم. ابراهيم خذوا واحد الصورة تذكاري مع هذا الطبسل هذا قبل ما نرجعوا بحالنا، لأن غادي نفتقدوا هذه المناظر المناظر البشعة. معقول وصل هذا؟ اه المعقول ما كاين نعناع ما كاين والو؟ ما كاين والو. اه كاين برد كوش برد مش حلطة وصل. اي والله يعطيك الصحة الشريف. بارك ها تبارك الله عليك الشريف. الله يعطيك الصحة. ويا لالا جينا للدار جينا للدار ما جاتني كاع. انت قلت لي نسيت اهم حاجه كديرها في بروغرامي فاش تجي للمغرب، وهي شناهي؟ هي الزريعه الكحله. قلت ما يمكنش رجعتي انا وابراهيم. قالت لي قال لي ومنين جابك دابا مول الزريعه؟ قلت لي والو قبل ما تضرب الحداش نمشيو نقلبوا عليها. العشاق الزريعه الكحله يبانوا عندي هنا. انا كتحمق شوف الزريعه الكحله هذه سورتو مع ديك التمليحه اللي كتكون فيها. خط عطيني الزريعه البيضاء تعطيني سميتو الزريعه الكحله. هادو اللي جيتو المغرب وما جمدتوش رايبي في الفريغو وما كليتوش الزريعه وما كليتوش البابوش وما كليتوش الكبال والهنديه والطون الحرور. قطعي هادي دوب لينا. قول لنا شنو اهم حوايج خاصك تاكل ملي تجي المغرب؟ الله شنو دابا نتوما اهم حاجه ملي كتجيو المغرب خاصكم تاكلوها؟ سهره مع الحاجه وماما والعائله شده معاهم رايبي. ها ها رايبي مجمد خطا. تخيل معايا هادي في خاطركم اللي ما حضروش هذا العام، حنا ناكلو في بلاصتكم. جينا دابا ان شاء الله باش غادي نعاون ابراهيم يجمع لي فاليز ديالو. ايه انا غير بكم مابقاش كاع كنعرف نجمع لا الحوايج لا والو. كنقول انت صافي تكلفي بالجميع نسيت شي حاجه محسوبه عليك تجيبها معاك. صافي والله الا ايوا. المهم هاد القيسه هادي كتكون صعيبه. شو دابا انا حلا العيالات الا كنتي راجعه بحالك بعدا اللي كنتي مسافره شحال انت كتجمعي، ولا كنتي راجعه وشحال انت كتجمعي؟ الرجال
الساعه بساعتها انتما كيف العاده ها انتما حوايجو راه باقين تما ها لا فاليز باقا خاوي يلا هو قال لك مع 11 الليل عاد هو عاد غادي نوض يبدا يقاد لي فاليز حنا كون جات انا باش نضيع حنا الوقت في الكوجي جمعت الحوايج هذيك هي المحلوه في عطله لهنا على الصراحه واحد الحاجه حتى نسيت شي حاجه انت عارف كتجي من بعدي دونك عاد جيبيها صافي رمع لي الفاليز ديال انا راه ساهله مالها كنجمع داكشي اللي هو ايسونسييل طق طق بربلق السلام عليكم لانك ملي كتكون غادي بشي بحال ملي كتكون جاي كتكون واحد الحماس ملي كتكون جاي كتبقى تقول ناري نسى هادي هادي نحتاج هادي الحمد لله المغرب ديالنا فيه كلشي بعدا الناس اللي كيجيبوا الباكاج بزاف المغرب راه فيه كلشي ثاني حاجه ملي كتكون راجع غالبا داكشي اللي جبتي كلشي مشى توزع يعني كتجيب لك شي غير اللي خفيف واللي بقى لك نتايا ولكن ماشي بحال دابا هو همو الوحيد هو يدي حوايجو شي حاجه خفيفه حنا العيالات لا خاصك تجيب الباروك المغرب كادوات الحلوه شي تقضيه الماعن المهم راكم عارفين الباروك المغرب هذه الحمامه هذه خلطات الشعر هذا صابون البلدي هذا مع الحلوه شفت كنا ساكنين في لونطاريو لعندها كانت ولكن هذا العام لا انا شخصيا كانت كتجي معك بزاف الحوايج علاش حيت لي برودوي شخصي الباسيفيك كنا ساكنين هنا ما كاينش مثلا داك المنتوجات المغربيه دابا الحمد لله ملي تحولنا المنتوجات المغربيه موجوده الشفنج موجود هنريس موجود كلشي موجود لاش بلاد ما بدا يتقل معاه ودي مع الماكله وطلع مع الخليوه شويه تبارك الحلوى صافي شي حليوات فقاص فقط هو الوحيد اللي يسمح لي يدير في الباريس عندك الحلاوه الاخرى تقول لي ذوقيني يضرب القهوه ديالو شوف بعدا شوف انا فاش كنمشي من المغرب كندير كيسان البرارد ها هو واش كيداش كيدا اش مشى تقدم مشى تقدا ديال القهوه عجبني على الله الا عجبني واه شي سبحان الله كله كيدي داكشي تلبليه ديالها اساسا بغيت تكلف بشي واش دير وانا راه طويل داك شد هكا ما تنساش ليا هذا راه مهم هذا المهم انا راه من قبل دخلت بديت كنطويلي بعدا كل مره كندير لك شويه واخا ما كنحملش الطويان ولكن داير معاك مزيان حيت اخر ليله لك افتخر انا كنفتخر بانتصار وحدي بعدا غادي نضل انا كنفتخر بك انتصار فاش جيتي على الجمع ولكن كما قال لكم فاش كتكون كتجمع باش ترجع بحالك كتكون باسله عرفتي كيكون واحد البرود ماشي ما كيكونش هذاك الحماس بحال اللي جاي للمغرب شوف راه ماشي غير جاو وسماوا التنظيم طبخوا البيت مع انتصار لانك كتعرف تنظم هادشي ديال لي فاليز كتشوف كتصبغ اش من نوع الصباغه الصباغه هذه الصباغه مزياله تجير ولا شنو هو شحال جبتو معايا لقيتهم هاد لي فاليز هادي كاع ما استعملتهم عرفتي شنو هي هادي هذاك تريبو لا هذاك تاع تريبو لا ماشي تريبو القهوه اللي عرفتي البيزه عندي اللي كيدايره بواحد القهوه القهوه اللي كجبتها من مراكش الله قهوه معطره اللي حيدوا لي في المطار هادي غادي نتصرف لا ويلي القهوه ما يحيدوش لا القهوه ما يحيدوش ما نعرف اش جمع مع الوليده واحد شويه باش ما كانش صار المهم هي راه بغيتيني انا ما موجودش يلا السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بكم معايا مهم مره اخرى البارح ما بقيت لحقت نصور والو المهم غير جمعت البرايم لي فاليز ديالو حطيناهم حدا باب الدار ما عبرنا ما حتى شي حاجه لانك ما تعرفوا هادشي سبحان الله ديك السويع الاخرى كتعسي كي كدوز مدروكه خصوصا هو كان عنده الفول مع تقريبا مع 8 الصباح فخرج من الدار مع 5 ونص بقينا سهرانين مع الحاجه وماما وخوه وداكشي حتى تقريبا شي 3 و4 هو كان خاصو اصلا يخرج من الدار مع 5 ونص حتى هو ما نعس والو راكم عارفين داك فاش كتعرفي راسك مسافر وكتبكي من داك الضحكه وما ساخيش ومسكينه مهمتو الحاجه بدات كتبكي وراكم عارفين داك اللحظات المؤثره هذه هي سنه الحياه يعني كنجمعوا وتفارقوا نجمعوا وتفارقوا الله يلاقينا دائما يا ربي وجمعنا في ساعه الخير ما عندنا ما نديروا ان شاء الله نتلاقاو في ساعه اخرى المهم سورتو الوالدين كيكون الفراق ديالهم صعيب بزاف ما بقيت قدرت نصور والو فقنا مع مسكين مع الصباح مع ديك الخمسه هكاك صافي قاد امورو الباسبورات وداك الشيء وخوه اللي مشى مع المطار مع انا والحاجه ما كانش يمكن لينا نمشيو انا ما عرفتي فاش كنسلم عليه على اساس زعما راه صافي تانايا راه غادي نشوفو على شحال مي ان شاء الله تانا رجع بخير وعلى خير الله ييسر لينا يا ربي دابا عرفتي وليتي فاش كتبغي ترجعي ما بقاش هذيك صافي راه صافي كتجمعي ببالزك وداكشي ولا خاصك التيست وخاصك الفول تشوفي واش باقي في نفس الوقت ولا لا ولا سبحان الله هاد السفر هذا في عصر كورونا ولا صعيب بزاف المهم الحمد لله على كل حال دابا راه هو راه في الطياره مسكين صيفط لي ميساج الحمد لله داز البروسيدور كله بخير وعلى خير انا صافي غي فقنا وداكشي هزيت حويجاتي وداكشي وجيت جيت مع ماما يعني هنا للدار الاناره لقيتها مسكينه يلا كتوجد لينا الغديوه
المهم راه كما قلت لكم ترى ما بقاش ليا شي مات كثيره. دابا دخلت للكوزينه نشوف ماما الحداقه يا لاله بعدا مهليه فيا هاد اليامات هادو بالشهيوات. المهم اول حاجه مسكينه فين ما تبان لها شي كروسات الهنديه توقف، واخا ما نكونش معاها وقفات خدات ليا الهنديه ضروري كتقولي بعدا تشبعي منا اليامات هادو. المهم وهنايا وجدات الزيتون هادشي كلشي ديال الدار. المهم حنا دائما ما عمر عقلت على ماما الزيتون كتجيبو ديما كتصايبو الله يخلي لها صحيحتها. المهم زيتون الكحل هذا المسلال ولكن هنا مره مره كزعما كتنوع لينا فيه كدير عليه الهريسه مرات، المهم مرات تزيد الحشوم كل مره اش كدير. وهنايا اليوم الوجبه ديالنا غادي تكون بالسمك، وجبه سمك. المهم تما خرجت الحوت هنا يلاه كتصايب الشرموله بانت لي تبارك الله شرموله معتبره. اش درتي فيها ماما؟ نص ثومه كمون تحميره الحار الحامض اييه معصر اييه وشويه زيت البلديه. وهذا اللب ديال الحامض مصير هذا الحامض ولا الحامض العادي؟ الحامض العادي كتعصريه وكتاخذي اللب ديالو ما كنضيعوش حتى هو كنزيدوه هنايا اييه صافي كنخلطوا فيه. عرفتي الشرموله كتجي بنينه بنينه صافي. هنايا غادي تشرمل لهنايا ماما هنايا اش درتي الصول و هذا الصول والرايب والرايب بجوج تميكسيهم الرايب ها الصول صافي يجيو بنانين. وهنايا الخلطات العجيبه كيف العاده ديال ماما حنا عندنا هذا الحامض كنديروا الماء اييه ياك كنزيدوا فيه السكنجبير الخضر طري مشكوك والحامض اييه ياك حبيبه القرنفل كتعمري عليه الماء وكتشربي من النهار كامل فاش كيخوى عاد كتزيدي عليه السكنجبير حكيتي حتى هو السكنجبير الطري طري بيان سور هو هذا العرق ها هو اييه كنقيه ونحكو صافي يجي غزال. المهم مشروب صحي ماما دائما اييه. وهنايا وحلينا نشوفوا لا التكتوكه حنا نقولوا لا التكتوكه الفلفله مشويه ودارت هنا باش زوينه ماما كدير زعما تلحق الناس اللي ما عزيزش عليهم زعما الحار كتشد المزيودات الحارين كطيبهم معاهم بعد كيهزهم اللي بغى الحار كيهزهم صافي وكنز من بعد فاش كطيب. المهم فيها الفلفله مشويه نقيه ومقطعه ومطيشه اييه والشرموله الشرموله العاديه هي اللي كندير فيها انايا من بعد كطيب كتزيدي فيها كشويه ديال الحامض مصير هذا ديال الدار مرقد حتى هو اييه بلدي الحامض البلدي مرقد. وهنايا لالا شليضه ديال الخيار ومطيشه نزيد عليهم مازال شويه ديال المعيدنوس. ها انتم ماما تي كتقول معيدنوس معيدنوس كلشي كنصغره شويه المعيدنوس شويه البصيله البزايره. المهم هنايا هذا عاد نديروا ليه الشرموله ولكن ركزوا ليا على الحريره حتى هي غنديروا الاشياء ان شاء الله. ها انتم ماما رموجد القوام ردات الحمصي يتزل حمص العدس وطريفات اللحم طريفه اللحم ان شاء الله ماما الحريره ديالها عجيبه عجيبه. والطبيله ديال السمك ديالنا بالمرافقات ها هي صبحات جاهزه تبارك الله ما شاء الله. المهم هانتوما داك المشروب السحري اللي شاركت معكم ماما زوين نتمنى ان شاء الله تبغوا تجربوه. هنايا السمك المقلي التكتوكه سلطه هنايا داك الزويتينات ديال الدار هنايا هذا سوطاتو غير بالزبده والمعدنوس الملحه والبزار والثومه واحد جوج فصوص تاع الثومه حكاتهم صافي. وسوطات هذيك الكروفيت راكم عارفين دغيا كيوجد. وهاد السليله هذه العملاقه هذه شراتها خصيصا لولادي مع كيحماقوا على الفريت كل مره يقول لهم مي كنحماقوا على الفريت ديالك مي بغينا الفريت ديالك. المهم ضروري كتحاول توجدها ليهم. الحمد لله تغدينا كانت هذيك وليمه السمك ما نعاودش لكم المذاق يا سلام سبحان الله. واخا كتبغي تطبقي نفس الوصفه نفس هادشي كله في كندا ما عمر ما كيصدق بحال هادشي. يمكن عندكم شي سر هنا في المغرب ربما ديك لذه الحوت ولا لذه الخضره ولا شي حاجه ما مفهوماش. سبحان الله ابراهيم فلتات لي هاد الوليمه هادي وبقات بلاصتو بيني وبينكم يعني كما قلت لكم ولفه. واخا كيكون بعض المرات مفروقين هو هنا وانا هنا ولكن ولفتو بعض المرات واخا نكون في دارنا نخلي لي حقه هو لا ميم شوز يعني يقول لي انتصار يلا نمشيو هنا سبحان الله العظيم. المهم الحمد لله على كل حال ما بقى لنا والو ان شاء الله نتلاقاو. سخذوا بنتي من عاودش لكم بنتي مع مولفه بابا علاش مشاو ما مشيناش علاش مشاو ما مشيناش. المهم دارت لي الطياره اليوم قلت لها راه سافره حنا خالطين عليها بلا ما تزربينا. المهم قلت لكم الحمد لله تغدينا جمعنا مع بعضياتنا وداكشي ولقيتوني دابا يلا غادي نخرج وليداتي حتى هما هكا شويه. ولكن قبل ذلك غادي ندوز دابا حتى انا بديت نيشت ابراهيم مشى صافي حتى انا تسرات معايا بديت كنقول صافي حتى انا ما بقى لي والو لقيتوني مشيت جبت لي فاليز بديت كنحل نقص علاش ما قدرت
شي تقديه مقديها صراحه، يعني شي حويجات كنت قديتهم قبل العيد الكبير، راكم عارفين مع بزاف المحلات كيسدو من بعد، ولكن زعما باقي ليا، باقي ليا تبارك الله الخير وبركه. راكم عارفين ملي كتكوني غدا راجع بحالك تقولي ناري عندك نسا هادي، عندك نسا هادي، عندك نسا هادي. غادي نمشي دابا اول حاجه عيط لفاطمه من تعاونيه وطرانه فات، ما يمكنش ليا نرجع لكندا وما نديش معايا الباروك والجديد ديالهم. وصيت على شي بلاطوات ديكاش بلاطو، المهم شي لعيبات هكا ضروري خاصني نديو معاهم باش دائما نحافظوا على ديك التفركيس وعلى داك الزاز والحطه المتوله في كندا. راكم عارفين انا كنحمق على داك الشيء ديال المغرب وداك الشيء البلدي ديالنا. المهم مسكينه راه وجدات ليا لا كوموند ديالي، غادي نمشي غير نهزها من عندها، ولا لقينا ما يتصور راكم عارفين دائما تبارك الله عندها الجديد. نضرب لكم هكا واحد الدويره خفيفه تما. تبارك الله ما شاء الله جيتني شان مع واحد طويله كما نقولوا دايزها الكلام، ما شاء الله قمه الابداع الصانع المغربي. المهم كما كتقول لنا رانا فات دائما الجديد معاهم. كاينه هاد الطبيقه هذه اللي ديجا شفتوها عندي، هذه فيها كاع لي كولور، انا كنت خديت من عندها شحال هذه الخضر والبوردو. المهم شوف تبارك الله الزرق هذه كتجي كلها دايره بالطرز، ولكن كلكم وهاد الطبيقه ولا طويله ولا صينيه، المهم هذه متعدده الاستعمال اللي تاهي كما تشوفوا كلها دايره بالطرز وبلي بيرل. هادي كيجيو هما ثلاثه سيري ديال ثلاثه، كاين الكبيره مويان وصغيره، ولا عجبتك غير وحده فيهم يعني كتقدري تاخديها. داكشي اللي غادي ندير حتى انا ان شاء الله. وبدعات مؤخرا ولات كتدخل حتى الكويسات البلديين، يعني كتحيي لنا داك التراث ديالنا، ولات كتدخل حتى البريردات، يعني تبارك الله موديلات فنين. وكاين حتى هاد الشوشيات هادو اللي كيجيو حتى هما ديكور هكا في البراد غزالين، ولكن هادو شوفوا هاد الابداع هذا، هادو لي سوتاس ديال البريردات بجليجة، هادو تا هما فيهم بزاف تاع الالوان، وكاينين حتى ديال البراد، راه هو تا هو تاع البراد. وغادي ندوزو من الازرق الملكي غادي نمشيو للاحمر، شوف تبارك الله ده مو محمر بوردو ماشي حمر حمر نيت. مهم كي تشوفوا هاد الكويسات هادو، بزاف منكم كانوا سولوني عليهم شحال هادي، كنت خديتهم من عندها في رمضان، كان صيفطاتهم ليا واحد لا كوموند، وبزاف كانوا سولوني عليهم. ها هما راه عندها، والرجيلات كلهم ديال هاد الصوانيات هادو ولا الطويلات كيجيو بالعود. وكاين عاوتاني هادي، عاوتاني هاد الطبيقه هادي، هادو بزوينين كتقدري تقدمي فيهم التمر لي كاطو لانهم غارقين. نوريكم قداش، شوف تبارك الله قداش، ولا بغيتي مثلا تعمريهم تقدري ديري من التحت الطبصيل باش يجيو عاطين هذيك المنظر والعماره تجي زوينه. تقدري ديري فيهم حتى الخبيزات بلدين بالزرارع ولا لي بغيوش، عطا الله عده استعمالات. وغادي نمشيو لعشاق هذاك الشيء اللي ديسكري ما بين بحال الكارتي دوغي، كاينه هاد الزواقه هذه ديال الجليجه حتى هي شحال فنه، وكيجيو فيها جوج شوشيات من الجنب. ولات مؤخرا حتى هي كتدخل هاد الكميسات هادو، هادو اللي عندك شي مناسبه في العيد في عاشوراء في شي زياده بغيتي تعمريهم بالسرغينه الخزامه، يعني عطا الله الحنه هكا اللي كانت عندك الحنه خطوبه، كاينين فيهم كاع لي كولور. شوف الزرق هذا، شوف دابا تخيلوا معايا الزرق مع ديك الصوينيه والحمر او البوردو مع ديك الصوينيه، يجي داك الشيء خطير. وعاد كاينين الكبار، لان كاينين كتلعب على الاحجام، كاينين هادو صغيورين المويان والكبار. ومباشره غادي نلتقلو لهاد الكوفري هذا او هاد البواط هادي، هادي تبارك الله ما شاء الله تجي كادو، تجي كما قلت لكم شي مناسبه غزاله، مثلا هادي تعمريها بالتمر معمر بالفاكهه مخلطه بالكاطو ماروكان، شو كي دايره فنه فنه تبارك الله، تحفه فنيه. وهاد الصوينيات هادو لي برجيلات، انا هادو ما خلفش ليا العقل، عرفتي فاش دخلتهم قلت لها فاطمه دابا هضرنا. تبارك الله شوف الرجيلات بعدا كبارين، كتقدري تخليهم دائما في طبلات الصالون في صندريات الصالون هكا في شي كوان ولا بوفي عندك في الدخله. كاينين اللوينه، شو هذا كيفاش داير، كاين هذا لي بالبوردو ولا بحال البرونز حتى هو تبارك الله شحال زوين. كاين هاد الزواقه هادي ديال الطرز المنبت بحال الاخرين اللي وريتكم، يعني كاينين موديلات زوينين. دابا نوريكم شي وحدين فيهم، هادو الصغارين ديالهم وهادو المويان، وعاد كاينين كما قلت لكم الكبار. وحتى في ليديدات ديال البراد دخلات هما فيهم شكيلات زوينين منوعين، التشميشه ديال الورده، هادو ديال السريبتات حتى هما. غنوريكم بالنسبه لهذوك الطبيلات اللي وريتكم، هما هادو هادي الكبيره ديالهم وهذيك المويان، هما باش تشوفهم كيفاش كيجيو ثلاثي. شوفوا لي عاوتاني صراحه اللون اللي نسك في اللون، شوفوا لي هذاك الاخضر الملكي اللي شتيها كتقولي هذه هي اللي بغيت. شو هذا عاوتاني، هذا زوين، وانت هما كلهم بموبرام تروز. كاين عاوتاني هاد الطيفور هذا، هذا راه بحال البلاطو ديالو هو اللي وريتكم، وكاين في البوردو كاين هادو اللي بالصم. شو عاوتاني هاد الطيافر، كاين عاوتاني هاد الطيفوره الهرم حتى هو غزال هكا، شي دفوع ولا شي خطوبه ولا شي
يعني شي زياده ولا شي حاجه. وعاد كاينين هذوك الموديلات العاديين هذوك هما الاولين باش بدات بهم، هذوك حتى هما عندي بحالهم، عندي في جوج الالوان. كاين عاوتاني هذاك هذاك شكيت تما بريزونطوار اللي كيجي طبقات، هذاك كتقدري تبداي ديري تمر قرقاع لوز مشمش معمر نوكا، هذاك حتى هو شي مناسبه. وخلاص هادو ديال الحمام الفيطات ولا هكا جايين عندك شي ضياف عزاز تقدميهم اليوم هكا في الطبيله مع الطاس. كاين هاد لي كوفري الشهيرين ديالهم تبارك الله، تما اشكال انواع كاين كلهم كتلقاي فيهم لارجونتي الدوغي والبرونز، اما الفوطات عالم كبير عندهم فيهم. شوف هذا حمقني هذا، شو هذا الكري هذا كيفاش جا. غادي ندوزو عاوتاني واحد الطبيله الزاز والتفركيس والحطه واعره، هذا موديل جديد اللي دخلات ديال تاج، كيجي واحد لاناب واعر. شفت الطرزه هذه كيفاش دارت، كتجي بالسيرفيات ديالها 12 سربيته كبارين. وعاد كاين هذا الكاش بلاطو اللي حتى هو كيجي هكا بالسريبتات ديالو. هادو حق هاد الكويسات هادو بزاف منكم كانوا حمقوهم، نوريكم كيفاش دايرين. هادو تا هما كانت دخلاتهم هادو قبل رمضان، هادو تا هما كانت خديتهم من عندها شوت على الخميسه فنين، كيكون فيهم هاد الحمار هاد الغوز وكاين الزرق ديالهم وكاين الخضر ديالهم، كيجيو خطيرين. وهادو هما البريردات اللي قلت لكم دخلات جدادين، ولكن كل شيء على هاد لي كوفري هادو ما شاء الله. هادو كنت شفتهم عندها شحال هادي في لاباج، كانت دخلاتهم في الخضر الملكي وفي هاد البوردو هذا. شو كيفاش دايرين اتقان غزالين غزالين. هادو بعدا كما نقولوا كتشوفيهم كتبان لك الاناقه ديال التقاليد ديالنا. بسقيت عويناتي مزيان عند فاطمه تبارك الله، كلشي كيعجب العين كتحير، كتمشي كيبداو يبان لك بلانات اخرين كتكوني ناويه على حاجه كتلقاي راسك في حوايج اخرين كنقولها فاطمه والله ما كرهت هذه المحل هذا ندير ليه الرويض ونجرو معايا. تبارك الله دائما كيجيبوا اللمسه الابداعيه كتلقايها عندهم. هزيت سخيرتي ولكن ما غاديش نبارطاجيها معكم دابا اختي، نمشي دابا نقاده في لي فاليز ديالي تمشي وصلني بخير وعلى خير لكندا ونتانستالو ديك الساعه عندو نجبدو داك التحف التحف اللي تقدينا من المغرب. المهم دابا لقيتوني يلا غادي نمشي نقلب فين نخرج وليداتي. عرفتي هذا اكبر تحدي كنلقاه هنايا في الدار البيضاء، سورتو كنهضر في الدار البيضاء المدن الاخرين الله اعلم، فضاءات اللي مخصصين للوليدات او لي باغ او هكا جريدات فين تقدري تخرجي وليداتك. نقدر نقول لكم شبه منقرضين، قلال 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 بزاف. يعني نظرا كتقولي ساكنه الدار البيضاء كمدينه يعني كبيره فوق القياس، الساكنه ديالها كبيره فوق القياس، يعني ما شاء الله راه كتقدر بسبعه ولا ثمانيه المليون ولا اكثر، يعني الوليدات كثارين فيها ولكن ما دايرينش بحسابهم. اكثر حاجه كتلقاهم مكثرينها كثره البنايات، القهاوي كثارين، القهاوي القهاوي القهاوي، يعني بعض المرات كتقدري تلقاي شارع واحد فيه اكثر من 20 قهوه، والفاست فود والماكله موجوده، هادو ما كتوحليش فيهم، ولكن باش تخرجي وليداتك هي اللي كتوحلي فيها. المهم بقينا ندورو ندورو، نقدر نقول لكم شي ساعه الله ربت ساعه وحنا كنقلبوا على شي بلاصه فين نقدر ندي ولادي يلعبوا. الغالب الله ما لقيتش كنلقى شي جرادي هكا كتلقاي عليهم قتله نايضه عليهم. فالاخر قلت لها يلا نمشيو نجلسوا في شي قهوه اللي يكون فيها هكا شي جرده شي تيراس. لا كوموند ديالنا وصلت، شكرا يا شري. المهم قلت لكم جينا قلنا بعدا فيها واحد، المهم فيها بحال واحد المتنفس بحال الجريده هنايا، ولاد كيلقاو بعدا واحد شويه فين يلعبوا ينقزوا. المهم بعدا ملي لقاو هكا الوليدات الصغار باقا الفيزا ماما واحد التحيه. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس لاباس بخير. عرفتي كيسلموا عليك دايما في التعاليق كيقول لي سلمي على ماماك راه كتعجبنا، كيقول لك راه كتعجبنا ماما. شكرا ربي يخليك. عندنا المعجبين انت ماما. شكرا. ايوا المهم ناري بنتي جات طاس. ها هو. وعلاش كتغوت؟ لا جلسي خاصك تمشي تغسلي يدك بعدا. هذا راه انا كومونديت لولادي بالي انا اللي غنطبع فيه. المهم انا باقي كنتسنى لا كوموند. صحتك وراحتك ماما من اصحاب المشروبات الساخنه. ابراهيم الحمد لله حتى هو يلا قطعنا معاه وصل بخير وعلى خير، بقيت شاده لي توقيت الفول فوقاش تنزل الطياره. المهم ما درت لا روتار لا والو، لقيتو دابا يلا غادي يدوز الاجراءات ديال الديوانه وداك الشيء راكم عارفين دابا مع الكوفيد. عرفتي تابعه مسكين واحد 14 يوم. قلت ليه ماشي نتابعه مسكين، راه حتى حنا مساكن حتى حنا راه تابعنا فين غادي يمشيو لكندا ضروري من الحجر الصحي ديال 14 يوم بحال يقولوا الحبس. الحبس ما عندك ما ديري ما كتقدري لا تخرجي لا تدرجي وكيكون مراقب. وليداتي كومونديت لهم هنا بيتزا لان حنايا باقي تابعنا واحد الوليمه ديال الحريره من ماما،
خليهم هما معدهم مع الحريره لا والو كيخليو داكشي الصحيح والبلدي وكيمشيو ليا للتخربيق. ماما ماما مسكينه حتى كنغفلها كندير لها بحال كندير لابراهيم كتكون ساهيه حتى كنطلع على الكاميرا. ها ماما راه تاهي ما عندهاش مع الكاميرا ماشي بحالي الكاميرا باش تولفي عليها. عايزه جلسي يا بنتي كتعطي المشيشه فينا جات عندنا شي مشيشه هما المشاشه ما كنقول لكم ماما راه كيدوزو دوزو فيما تكون جالسه ماما يتبعوها المشاش. هي المشاجات هي المشاجات سبحان الله ما كاينش شي قهوه ولا مطعم مشاو لي ما يجيوش عندنا المشاش. اليزا هذيك اليزا ما قاده انا الشجاع لا ما تقمشكش. ها هي ماما دخلت عاوتاني للكوزينه تكمل النصبه راك الحرائر الحرائر هانتوما دارت شنو هذا كدرتي الفول ديال الفول والحمص والعدس والحيمات قزبور والمعدنوس وكرافس كرافس هي والبصله داك الخضاريه هي عندي مقطعه هي درتها. المهم ردات تما واحد البيضه تسلقوا ولكن اهم حاجه ما الطبيصلات الجميلين هادو هادو الاجواء الرمضانيه حنا دائما عندنا رمضان سبحان الله العظيم. عمر معقل جينا المغرب ما لقيتش حقي تسلو حقي تشبكيه دائما تخلي لنا حقنا انتم هذا الحكيك كتخليه قريب لبنتي بنتي تموت سبحان الله العظيم على سلو. حريرتنا صبحات واجده هنا 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 على الحريره غزاله محمصه بحمامصاتها بفولها بمسائلها برايم تزقلات ليها الطنجره هذه مسكين ديال الحرير عزيز عليه يمكن هاد المجيه هذه يمكن شربها شي مره ولا جوج ما مشبعش فيها. المهم انت برايم حقك في الجنه ان شاء الله تنجيو نعوضوك بهاد الحريره هذه. او طبيلتنا والقعيده ديالنا ديال العشاء بالحريره يا لاله باجواء رمضانيه بلا رمضان هي صبحات واجده. مهم كيف العاده مادام انتصار حاضره خاصهم يحطوا لي صينيه اتم هذه ما فيهاش النقاش بيضات مسلوقين اسليلو عرفتي ما شاء الله عرفتي ماما عندها واحد سلو سبيسيال في واحد اللذه واخا كتعطي نص المقادير نطبقهم ما كيطلعش بحالها سبحان الله العظيم. المهم وهنايا الحريره كما تشوفوا تبارك الله مقومه بالفول العدس عاد كتاكلي من زلافه صافي ما كتعاوديش مورا الهضره. هنايا هذاك الخبيزه الشحمه او خبز الصحراوه هذا دائما عندنا حتى هو المهم برا تصايبوا لنا يعني كتصايبوا لنا بنت يعني بنت لوستيم ساكن يعني كيصايبوا هما تبارك الله بزاف عائله راجلي فدائما مساكن فين ما يصايبوا يخليو لنا حقنا. ومع هاد الطبيله هادي وهاد الزلافه هادي ديال الحريره مع هاد المرافقات ديالها غادي نخليكم هنايا هاد الزليفه ديال الحريره كتبغي التركيز وتخيلوا ماما كتنسات قالت لنا رينا نسيت اهم مكون عنصر عندها في طبلات الحريره هو الكرموس ولا الباكور ولا التين المهم كل واحد اش كيسميه. المهم شكون اللي فيه هاد القاعده ماما واش مكانسه كلهم عزيز عليهم هاد الميكس هذا ولا انت بوحدك؟ لا مكانسه كامله كانت شباكيه واحد العشق خطير اختي هانتوما باش تعرفوا كنقول لكم اختي راه خبيره في برار تاتاي هانتوما دابا يلا كتراجع في الكيسان شوفوا الكشكوشه كي كتبقى كويس شو الكشكوشه كي كتبقى هذا باش كتعرفوا برار تاتاي راه صادقه هانت خول 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 بشخ وقفي وقفي شوفوا الكشكوشه علاش كتكون واقفه ها هذا شي حاجه اللي خاصكم فورماسيون وانا منكم انا واخا عاشقه البرار تاتاي ولكن عمر ربما معمر ما صدقات ليا شي كشكوشه هكا كتبقى وماشي هذيك اللي كتنزل كما قلت لكم فاش كتراجع كتبقى حاصله تما. المهم بركه علينا من الهضره غادي نحبسو هنايا وفي خاطر برايم مسكين عزيز عليه الحريره ولكن غادي نصور نصيفط ليه صوره. يلا تهلاو فراسكم بوسه كبيره لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده باي باي.